السيد نشوفوها غير كي تحضر الحفلات والتكريمات والعشاء، ولا حتى ما يكسروا لهاش راسها من خلالكم السادة الوزراء. السؤال ان شاء الله توصل السيد رئيس الجمهورية والسيد الوزير الاول. هذه مؤسسة دستورية تشريعية واقوى مؤسسة في الدولة، يجب احترامها السيدة. شكرا. باغتنام الفرصة وتقديم ملاحظة من خلالكم سادة اعضاء الحكومة، وذلك عن تقصير وزيرة التضامن لغيابها المتكرر وعدم تلبية دعوات اللجنة المالية خلال أشغالها مرارا وتكرارا، وهذا مخالف للدستور، وإن دل على شيء فإنه يدل على عدم احترامها للمؤسسات التشريعية وتجاهلها لانشغالات نوابها، رغم أن قطاع التضامن قطاع اجتماعي بامتياز ويخص فئة اجتماعية التي يوصي عليها ويعاود سيد رئيس الجمهورية، وحتى في الميدان حدد ولا حرج راهي غايبة تماما، ومشاكل القطاع تتراكم وتتزايد ونشوفوها غير كي تحضر الحفلات والتكريمات والعشاء، ولا في وحتى في الاسئله الشفويه تجي ديجا الاطارات تاعها يكونوا موجودين لها الاسئله، وحتى تراسل من قبل الاعضاء سيدة النواب. النائب ان تفضلتي نذهب الى السؤال مباشره. ان تفضلتي تراسل النواب. شكرا سيدة. حتى ما يكسروا لهاش راسها من خلالكم الساده الوزراء. الى السؤال ان شاء الله توصل السيد رئيس الجمهوريه والسيد الوزير الاول. هذه مؤسسة دستورية تشريعية وأقوى مؤسسة في الدولة، يجب احترامها سيدة. شكرا رئيس الجلسة.